هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش بقى، في حتة كده كنت انا بشوقكم فيها اتقطعت، فايه قلت ادخلكم فيها صوتي كله بقى قبل ما اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها فوق دي. كله يخمن في الكومنتات ايه اللي انا اشتريته في الصندوق الكبير ده. انزلوا بسرعه اكتبوا في الكومنتات عمال ما انا اوريكم انا جبت ايه. يلا بسرعه. بصوا بقى، ده انا اشتريته الامير، يعني ده ما علينا. المهم بصوا بقى، دي العروسه دي اللي كانت تانو نفسها فيها، اللي هي ايه، استنوا اما نفتحها، هي اللي مختاراها بصراحه. قلت عشان انت كتبت في الكومنتات ما جبتيش عروسه، ان انا لا والله كنا متاخر والسوبر ماركت ما كانش فيه عروسه عجباها. بصوا يا عروسه، يعني معاها الفبرونه بتاعتها، وايه ولما تشيليها كده تفضل تنادي على ماما ماما عايزه ترضع تملي لها بقى لبن، اصل احنا ناقصين كمان. العروسه اللي جايه لنا عايزه تاكل. خلاص اهو ارضعي. معلش خلاص يا حبيبتي، خلاص يا ماما. وجبت لها ايه بقى؟ عشان انا لو هي خارجة تاخد بنتها في العربية بتاعتها، يعني بحيث ان هي ايه. اكتبوا في الكومنتات الكرتونة فيها ايه، انا ما نسيتش. مع ان نانو كبرت على الحاجات دي. استنى بصوا كده اهو يا حبيبتي يا قلبي، انت خدي البزازه معاكي عشان ايه. انا جيت من مشواري نانو نامت بصراحه، يعني جيت نامت، قالت لي يا ماما ايه تعالي افتحها قدام الكاميرا سوا، بس هي نامت. قلت افتحها وريها بالبزازه بتاعتها عشان لما تجوع تمشي بها بقى بالعربيه كده وهي خارجه. عيال تعالوا نفتح بقى ايه الكبير. انا قلت يعني يا غبول اعمل لكم عنصر المفاجاه، عارفين انتم ولا لسه جاي من بره. انا فتحت من غير ما اقول لكم، انا لازم بقى اخبي دول بسرعه لان ولادي لو شافوهم هيبهدلوهم البيت. هو ده مفيش فيه حاجه من اللي بتفرقع؟ او انا هشتغل بقى كده من الكرتونه ولا هيبقى الوضع ايه؟ بصوا هو اهو، ايه رايكم حلو؟ تعالوا نوريكم. بيقول لك ودنك فين يا جحا؟ قالوا اللي فيها مراتي. هما الاثنين عكس بعض. انا مخي جابني ان انا هشتري الفريزر واسيب الكرتونه. انا ذكيه زياده عن اللزوم يا جماعه. انا عارفه ما تتكلموش كده. الكرتونه اللي بتترفع، الكرتونه اللي بتتشال اهو. الكرتونه دي بقى ما نرميهاش، هنجيب فيها عيش ونخبزه. كسرت مش هنرميه على الرباط. اوبا بقى، بسم الله ما شاء الله، عجبني قوي. طبعا انتوا هتكتبوا لي وانا داخله جوه الفريزر، يا نشوى معقوله انت فرحانه بالفريزر؟ ايوه انا فرحانه بالفريزر. ما فرحش بالفريزر ليه؟ انا ما فرحش بيه ليه؟ معلش. انا بحب حاجتي، انا كنشوى بحب حاجتي، ايه رايكم فيه؟ انا جبت اللون ده ليه؟ عشان انا كان نفسي في اللون ده. طب ليه نشوى ما جبتيش فريزر دروك؟ انا هقول لك، انا ما بحبوش. مش ما بحبوش، يعني انا حاسه ان ده حلو، انا بحب ده طول عمري ده في بيتنا، وسعره حلو، يعني سعره معقول. انا جايبه ده ب 3000 جنيه. إيه اسمه ايه؟ هو نوع الكترو ستار 150 لتر. نوع الكترو ستار ده ب 3000 جنيه من اي محل اجهزه كهربائيه. 3000 جنيه نوع الكترو ستار. ليه جبتيه؟ اول ب 3000 جنيه حلو، اللي بالدراج ب 7000 جنيه، فتقريبا ده نصه، وكمان كميته واسعه، يعني هو انت لو قعدتي تقسميهم مدراج هتلاقيه على فكره هياخد نفس الكميه.
وانا بيت بابا متعوده على ده، وده كان عندي في شقتي القديمه، كان عندي فريزر من اللي هو الاوفو كده، فانا اخده على ده وبياخد والله كميات كبيره، وان شاء الله ان شاء الله مع الايام نبقى نشتري الادراج. احنا ناخدها تدريجيا، بتاع سلم واحده واحده، مش ان انت مش ان انا ما اقدرش اجيب الادراج وان انت يا نشوه، مش كده، انا بحب ده وانا جبته، وكل واحد بقى وليه مزاجه، والله العظيم وحلو، والله جميل، ان شاء الله ان شاء الله يبقى حلو. بصوا تعالوا كده اوريكم، تعالى دي بصوا هو اهو من جوه، هو جوه من كله اسمه ايه سلستين، مش عارفه زرفر ولا مش عارفه اسمه ايه. بص نشيل بس ده السبت ده، هيبقى حلو نحط فيه حاجات. ومعدة من بتاعه كذا سنه اهو، ومعاه المفتاح كمان بتاعه عشان تقفليه من هنا. بصي حلو قوي ان انت تقفليه هنا، بيقفلي ليه حد من العيال يلعب فيه اي حاجه اهو. بصي اهو ما يتفتحش خلاص كده، اتقفل كده اهو، اتفتح اهو. عندك ولاد عندك اي حاجه، هو عادي المفتاح يعني ملوش لازم قوي، بس ايه مش عارفه دي اهو، دي بتاعت هنا. بصوا كده خلاص، عشان لو انت عايزه تصفيه او حاجه بينزل ميته لتحت، مش عايزه تصفيه عايزه تقفليه تقفليه، انا مش عارفه ايه دي ايه، بس هي شكلها وصفه يعني. ايه رايكم فيه؟ والله هياخد مننا كميات كبيره. هو يعني بصي هقول لك، هو انت هتبقى شايفاه ان هو صغير، لكن انا بقى النهارده هوريكي هو هياخد مني كميات قد ايه. انا جبته ليه في الوقت ده بالذات عشان رمضان، لان خلاص كل سنه وانتم طيبين، يا رب يديم عليكم الايام بخير يا رب، ويقعد علينا رمضان كده كلنا بالصحه والستر والرزق بتاع ربنا. فانا رمضان جاي فببقى عايزه اخزن حاجات في رمضان، في نفس الوقت انتوا عارفين ان انا بحب اربي فراخ اللي هي الفراخ البيضة، فقلت عشان ما بربيها مشوا كله بعدها، ما عنديش مكان، ما عندي فريزر كمان حلو بتاع التلاجة، انا تلاجتي كبيرة، فالفريزر بتاعها كبير، فمثلا احط ايه في الفريزر مثلا دي اللحوم، احط هنا الخضار، انا ما بخزنش اللحوم، يعني انا ما بقيش عندي فراخ وحاجات كتير الا لو انا مربية، بس مثلا موسم الطماطم زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، الطماطم انا كنت جايبة قفص طماطم قد كده ب 50 جنيه، هيكفيكي ايه؟ ان الطماطم بتيجي تغلى، موسم البسلة، موسم الخضار، ده الموسم بتاع الخضار، فهتلحقي ما تلحقيش، وانا بحب اخزن الحاجات دي، الفراولة كمان هتنزل وحاجات كتير كتير هنعملها مع بعض، فيعني انا كنت محتاجاه فعلا، وقلت بقى كويس ان انا جبتك، فرحانة بيه، فرحانة، مع اني كنت معترضة في الأول، يعني عليا فضل يزن عليا بنتي هاتيه، فقلت يعني ملوش لازمة اليومين دول، خليها يومين تانية، بس مش مشكلة يعني، حلو. أنا جبته قلت لكم بسعره 3000 جنيه من أي محل أجهزة كهربائية، اسمه روكتور ستار 150 لتر، في 300 لتر وفي 350، بس هو حلو على قدنا. تعالوا بقى نشوف احنا خزننا ايه وعيننا ايه، وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه، يلا بينا. بصوا حبايبي انا ايه، طب الحاجات دي اللي انا هفرزها في الفريزر، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان ده الطماطم ده حوالي يعني 20 كيلو، لا هما 22 كيس ماشي، وده بط، وعندي ده منديل ضاني، وشويه حاجات بقى طبعا مخزنه بسله، ومخزنه فاصوليا، فاصوليا خضراء، وفول اخضر، وسبانخ، وملوخيه، فايه كتير كتير كتير، وده كيس كرنب، وده كيس كرنب بقى، وشويه حاجات. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، تعالوا بقى نشوف الحاجات دي الفريزر هياخدها ولا هيكسفنا ولا هيعمل ايه. تعالوا طبعا بقى حاجات من دي، عشان كده دايما بقعد اقول لك هاتي الحاجات دي حطيها في الفريزر هتنفعك. انا كنت جايبه البسله دي، البسله اللي انا عاملاها دي كنت جايبه 3 كيلو ب 10 جنيه. البسله دي هيجي عليها وقت تبقى ب 15 واكتر كمان، فما تجيبي 3 كيلو ب 10 جنيه وهيجي عليكي وقت تطلعيها وتجيبي ب 15 جنيه، ورمضان بقى ببقى عايز خضار وعايز حاجات كتير، فعشان كده ده من اكبر الاسباب اللي خلاني ان انا ايه يعني بشتري الحاجات دي اول باول. وعلى فكره عشان لو انت هتتكلمي عن الفلوس والظروف ومش عارفه ايه، انا ما اشتريتش الحاجات دي، انا ما نزلتش ب 1000 جنيه اشتريت دول، لا انا دي مره ب 50 جنيه جبت طماطم، إيه مره ب 20 جنيه بسله، كل اسبوع ما بنزل اشتري حاجتي خلي 10 20 جنيه اجيب حاجات عينها مش لازم استعملها، وانت المفروض ما تستعمليش الحاجه دي كلها دلوقتي، قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، يعني حاولي انسيها من راسك. جبنا كسان بسله نشيلها، عشان نجيب لك كسان طماطم نشيلها، طماطم لسه رخيصه اشتري طماطم. يلا بس تعالوا بقى نشوف الحاجات دي هنا في الفريزر ونرجع، يلا بينا تعالوا. وبصوا بقى دي كميه كمان كرنب وسبانخ بقى، بصوا الكميه قد ايه، فما شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله الفريزر يشيل ده كله. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفريزر هياخد ايه وهننظمه ازاي، وهننظمه على مرتين، مره مش عارفه ما عجبتنيش وهنغيره وننظمه بنظام تاني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. بصوا انا شغلته بس انا سبته ايه، عشان انا كنت نقلاه فسبته يستريح 3 ساعات وحطيته مكانه من غير ما اشغله،
وبعدين سيبته شغال ساعتين بحيث ان هو يبدا ايه يسقع يعني. فاحنا كده نص ملح في الطماطم ونص في الحاجه. الطماطم انا حطيتها هنا والبسلة هنا والفاصوليا جنبها، بسلة والطماطم والفاصوليا كلهم ما شاء الله اخدوا كمية الطماطم كمية البسلة اخدت بوازية الرف. خلاص تعالوا بقى نكمل ايه احنا بنعمله. بصوا ما شاء الله، عشان بس انا ايه يعني انا بثبت لكم اولا انا مانيش شركه الفريزر، فانا بس بثبت لكم ان انا كلامي صح. بصوا ما شاء الله اخد كميه الطماطم كميه البسله، وانا حطيت بصوا هنا طماطم، ثواني وانا هوريكم احلى. بصوا عشان طبعا انا ايه الحاجه كمان مش مظبطه طبعا الاكياس اللي هي مش مسويه بعضها كده، فايه مش مظبطه يعني التنظيم مش متنظم حلو. بصوا اخدت كميه الطماطم تحت والبسله دي كلها صف من هنا لتحت من الرف ده اللي تحت بسله، والناحيه الثانيه فاصوليا، وده كيسين ملوخيه، وده كيس فول اخضر ماشي، وده كيس بليله غله مسلوقه وعينها بحطها في اللبن. تحت بقى من ناحيه بصوا تحت هنا شوفوا احنا شلنا الرف، تحت هنا بقى البط واللحمه واللحوم اللي انت عايزاها. دول ما شاء الله ما شاء الله بطتين، يعني بطتين انتوا عارفين البط بتاع نشوى حاجه جباره، والبطه دي كبيره ما شاء الله، فيعني اخد مساحه قد ايه. والخضار والحاجه، وهنا بليله غله، ده غله انا سلقاها وعينها. بصوا بقى نرجع الرف كده اهو، ولسه اكتر يعني حوالي نصه تقريبا نصه، لسه نصه ما اتملاش، لسه بقى ما ننزل نشتري حاجات من السوق. انا حطيت السبت ده عشان احط فيه مثلا الاكياس الحاجات الجاهزه يعني. انا بعد اللي انا عملته معاكم ما عجبنيش الوضع، انا قلت ايه جبت العلب كده، جبت اطباق اللي هي العلب البلاستيك دي، وايه منظم كده ايه يبقى احلى، يبقى شكله احلى، يبقى منظم اكتر من اللي احنا عاملينه. بصوا كده انا برص البسله كده، بصوا ده قد ايه ما شاء الله طويل جدا. هنحط بيت الطماطم، بصوا اهو شيل البسله ده كده ما شاء الله يعني ما كملش مده قليله جدا وبدا ايه يجمد الحاجه ما شاء الله يعني ايه حلو. انا لو كانت الحاجه اتحطت في البدايه فيه كانت هتاخد مكان اقل، عشان كده الحاجه هتاخد على القالب بتاع القالب. انتوا ايه رايكم في الافكار اللي انا هعملها؟ اكتبوا لي في الكومنتات نقول احسن ده ولا الاول احسن. بصوا ما شاء الله العلبه اخدت الطماطم كلها. هو عيب ان انا قصيرة بس مش اكتر، رزق ده عايز واحدة طويلة. بصوا ما شاء الله الطماطم كلها اخدت العلبة الاولانية، هنشيلها ادي البسلة. بصوا خلاص البسلة كده تقريبا اخدت الايه المساحة بتاعتها اهو، وهنا الفاصوليا في الجنب ده، وده كيس ملوخية صغير كده احسن صح؟ لما احنا ضفنا بصوا كده قولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات ايه الاحسن؟ المنظمات دي احلى صح؟ اه انا عارفه. فاصوليا اهي. بصوا انا حطيت اول حاجه كده العلبه اللي هي الصغيره دي، حطيت فيها البسله والفاصوليا، وده ايه اللي هو المنظم بتاعنا. خلاص كده حطينا هنا البسله والفاصوليا، وهنا سبت كده الباسكت اللي هو المنظم بتاع الثلاجه حطيت فيه السبانخ. ده بقى السبانخ، هننزل بقى بالطماطم. بصوا كده خلاص وحطيت السبت اهو، الحاجات اللي انا هقولكوا عليها كده عمال ما نبقى نشتري ان شاء الله باقي حاجات.
اكتبولي بقى قوليلي ايه رايكم في اللي انا عملته، حلو ولا وحش؟ التنظيم ده اول احلى ولا الاولاني احلى؟ قولولي. بصوا اهو يعني ما تقفليه وتفتحيه زي الفل. بصوا اهو زي الادراج اهو. انتوا عايزين الادراج؟ انتوا عايزين الادراج انا عملته لكم تحت البسله والفاصوليا، وده تحته الكروم والطماطم والسبانخ. فاحنا كده ملينا الفريزر بصوا قد ايه، بس بطريقه منظمه خلصت كل الكميه اللي ايه اللي عندك. بس انا ايه شلت من هنا بقى البط، كان عندي بطتين ممكن احطهم فوق الطماطم، يعني انا بفكر احطهم فوق الطماطم. بتاخدها كده يا دين ولا انتوا رايكم ايه؟ انا بقول اسيب ده للخضار، اسيب ده للخضار، يعني اسيب الفريزر ده للخضار واحط البط في الفريزر الثلاجه، صح؟ لان انا بستخدم البط باستمرار، فهسيب ده للخضار. هرص كده عندي كذا كام كيس كروم، بس بقى ايه ما عادش عندي منظمات. اما انزل اشتري كمان منظم زي ده، اما انزل اشتري كام منظم بقى زي دوت ابقى اكمل فيه الحاجه. كده تمام التمام. بصوا اهو احسن من الاضراب. والله انا من وجهه نظري ان هو اخد كميه تفوق الاضراب، ولسه في هنا صف كامل اهو فاضي، يعني ممكن نحط فيه ايه بقى؟ إيه المنظم ده لو انا عندي حاجات، بس انا عشان لسه ما اشتريتش حاجات فممكن نضيف كمان منظم هنا تحت اللي هو. بصوا هقول لكم اهو نشيل دي خالص اهو. ممكن احنا ننزل يعني ممكن احنا ننزل كيسين كده مثلا اهو، بس انا ماسكه بايد ومستبعد بايد التاني مثلا اهو. ولسه في مكان، لسه كمان في مكان نحط فيه حاجات. بصوا انا ايه حبيت اضيف اقول لكم بس ان انا العلب ما غطيتهاش بالغطيان بتاعتهم، يعني هات الغطيان الصغيره. العلب انا ما غطيت العلب اللي تحت علبه البسله وعلبه الفاصوليا وعلبه السبانخ، انا ما غطيتهمش بالغطيان، انا سبتهم مفتوحين يعني للتهويه وان هم يتجمدوا في اسرع، اللي هو الغطيان بتاعتهم دي ماشي. العلبه الوحيده اللي انا حطيت لها غطا اللي هي دي، بس انا ما غطيتهاش وقفلته، انا عملته كرف، يعني انا سبت الغطا بتاعها كرف عشان اقدر احط عليها صف تاني، ما يبقاش الحاجه كلها متكومه على بعضها. في نفس الوقت انا فصلت، عارفه ان البسله فين، هشيل العلبه دي واجيب البسله، عارفه الطماطم فين في جزء لوحدها اللي كاس ما اتلخبطتش على بعض، وكرنب لوحده والحاجات التانيه لوحدها. فاصلا المساحه دي اللي هي فيها الشبكه دي ممكن تاخد علبه كمان، بس علبه زي اللي تحت مش الكبيره قوي، وانا ما عادش عندي ايه علب كتير. فقولوا لي ايه رايكم، يا ترى الجزء الاولاني احلى ام الجزء الثاني، والتنظيم ده احلى ولا ايه؟ وانا مستنيه في الفيديو ده بالذات مستنيه رايكم، ومستنيه رايكم عشان انا اعرف بس. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا نقفل بقى الفريزر ده، مش هنفتحه غير على رمضان باذن الله، باذن الله تعالى يعني لو لينا العمر عشان نطلع الحاجه منه في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يقعد عليكم الايام بخير، ورب يجي علينا كده رمضان كلنا سالمين غانمين، وما يخسر اي حد فينا اي حاجه بيحبها. بس انا مستنيه فيديو رايكم ماشي، اضغطوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس عشان انا تعبت في الفيديو ده جدا. يلا باي باي.